والله أعجب من العقول التي تنشغل بتفكير فيما يمكن أن يدور في عقول الناس عنهم أكثر من أن يفكروا فيما يدور في عقولهم عن أنفسهم، وكأن الله يحاسبنا على ما يفهم الناس من أفعالنا لا على نوايانا. هل إذا كان فهمهم حسنا أثابنا، وإذا كان فهمهم سيئا عاقبنا؟ أي جنون هذا؟ هل نترك فعل ما هو حسن لأنه قد يفهم خطأ؟ بالله هل أنا مسؤول عما يفهم الناس أم مسؤول عما أفعل للناس؟ سوء الفهم يا عزيزي يصحح بإلغاء سوء الظن وليس بترك الفعل الحسن.